للتحرير والمتابعة انضموا إلينا من الخرطوم محمد فزاري الكاتب والمحلل السياسي. يا سيد محمد، هل نال البيان العسكري رضا الشارع السوداني؟ البيان يمكن أن نقول أنه قد نال رضا جزئيا، لأن الشارع الآن منقسم حول العديد من القوى السياسية وكذلك الجماعات الشبابية التي لا تزال تواصل اعتصامها حول محيط القيادة العامة، وإن قل العدد من الأسبوع الماضي. طيب ماذا تعني كلمة جزئيا، الموافقة الجزئية؟ هل هناك نقاط خلاف ونقاط اتفاق حول ما جاء في فحوى البيان؟ جزئيا أعني أن القوى السياسية والموقع على إعلان الحرية والتغيير شدد على مطلبين. المطلب أولا اعتقال الرئيس البشير، وهذا مطلب مهم جدا وهو الآن تطالب به، كذلك المحاكمات الفورية والعاجلة لقادة المؤتمر الوطني، واليوم هو تحدث عن بعض دور المؤتمر الوطني وتسليمها لإدارة تشكيل لجنة لاستلام أصول حزب المؤتمر الوطني وإعادة النظر في قانون النظام العام. لم تكن كافية هذه النقاط؟ أنا أقول كان يوضح نقطة مهمة، القوى السياسية اليوم التي قابلت المجلس العسكري هي ليست محل إجماع ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي التي كانت تثير المظاهرات طيلة الأربعة أشهر الماضية. القوى السياسية التي كانت مع المجلس العسكري اليوم هي تمثل قوة كانت جزءا من ائتلاف الحكومة الماضية، وإن كانت تقصد لا تعبر عن الشارع يا سيد محمد؟ هل تعني هذا أنها لا تمثل الشارع السوداني؟ لا تعبر عن الصواد الأعظم من الشارع السوداني، وكانت هي أحزاب لا ثقل لها ولا وزن لها في الشارع. طيب قوى إعلان الحرية والتغيير لماذا لم تحضر الاجتماع؟ نعم. من وجهة نظرك لما؟ لأنه لم يتم الرد على المطالب التي وجهتها أمس، تسلمت مذكرة إلى قادة الجيش طالبت فيها مطالب محددة للرد على هذه المطالب، ومن ثم الدخول في حوار وطريقة تشكيل الحكومة التي لا تزال حولها خلاف، هل هي عامان أربعة عوام؟ العسكر وما دورهم في الفترة المقبلة؟ هنالك خلاف حول هل العسكر يكون دورهم سياسيا أو دورهم تنفيذي. القوى السياسية المدنية ترى أن يجب أن تكون حكومة مدنية مع دور غير رئيسي للعسكر. العسكر يضغط في أنه هذه الفرصة والبلد تمر طيب بمرحلة المجلس العسكري الانتقالي. يا سيد محمد، ألم يتعهد بالأمس لتسليم الأمور كاملة إلى حكومة مدنية؟ نعم هو تعهد، ولكن جدار الثقة لا زال بعيدا بين القوى السياسية والمجلس العسكري، لأن في السودان تجربة مريرة من النظم العسكرية ربما هو من زاد الشكوك أن لا تزال هنالك جيوب أو وجود وجوه للمؤتمر الوطني في المشهد السياسي موجودة. حتى المجلس العسكري فيه عدد من الأعضاء هم لفترة قريبة هم كانوا يمثلون جزءا من حكومة. تقصد أن قوى إعلان الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين يحتاج إلى ضمانات من المجلس العسكري الانتقالي؟ إذا كان ما هي هذه الضمانات؟ بالتأكيد تجمع الغابات المهنيين يحتاج إلى ضمانات، ولأنه يستند على قوة شرعية هي الشارع. الشارع هو من يعطيه هذا السند وهذه القوة. الضمانات التي يريدها تجمع نقابات المهنيين هو يريد أن يرى فعلا لا قولا. الحديث كان طيبا، يقولون أن بيان الفريق برهان كان ممتازا، ولكن هم يريدون أفعالا لا أقوالا. يعني دائما تجمع قوى المهنيين السودانيين يقول أن هذا المجلس العسكري يجب أن يفعل، ليس فقط حسن النية هو من يحقق طموحاتهم، وهو من يحقق كذلك الحكومة الانتقالية والحكومة المستقلة التي دعا لها المتحدث الرسمي اليوم. شكرا جزيلا محمد فزاري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من الخرطوم، أشكرك سيد محمد على كل ما تفضلت به.